العقال عراقي. والله مو العقال بس، اليوم سموني جماهير العراق علاوي الفريان. اي وبقول حاجه، حلقي معليش راح كله بسبت فوز العراق. واحد يقول لي اليوم احنا بالمدرج، قال لي عراقي صديقي، اسمع اسمع علاوي، هذه قصه صحيح، يعني قصه. زميلي عراقي قال لي ابو صالح فسخ ال، لا لا فسخ الشماغ، هذا شماغ ما تلقاه في الخليج. هو يقول جبته من، والله هذا كلامه، وتسمح لي البسك اياه. قلت خليه بعد الفوز. قال لي ابو صالح لبسك قبل المباراه بنتفائل فيك. هذا واقعيه، الشباب موجودين. بس هو حلو عليك. المهم بعطيك القصه، لبست العقال وقال شمر وبحطه كذا، حطها لي. شوف شوف. المهم لبسته، بدا الشوط الاول. دقيقه الله، بدا الشوط الاول عندي احساس العراق بيتعادل، بس ما كنت اتوقع انه يبي يفوز. اليابان يعني حطوه افضل منتخب في العالم. اليوم نجوم العراق قليل الامكانيات الماديه، يتغلب على اهل المليارات اليابانيه. والعراق اليوم اعطى درس ان الكره روح وحب. شعار هت 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 هت، حب وشعار العراق. اليوم انا بقول حاجه مهمه، اليوم انا بقول كلمه، انا بقول كلمه للتاريخ، للتاريخ. احنا العراق، احنا العراق، احنا مو شاهد شان. ماذا لا نذلي نذل، ماذا لا نذلي نذل، ماذا لا نذلي نذل، ماذا لا نذلي نذل، ماذا لا نذلي نذل. انا بقول كلمة، بقول لك كلمة، اسمعني 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 اسمعني. طبعا انا رسالة اوجهها